Assalamu alaikum, Talab. This is the second practical lesson about qualitative analysis of carbohydrate. أخذنا بالأسبوع السابق general test اللي هو المولش test اللي كان يبحث عن وجود البوليهيدروكسي الموجودة بالالديهايدز والكيتونز يعني in all carbohydrates. وأخذنا specific test اللي هو البنديكت test اللي يفرق لي بين reducing sugar and non-reducing sugar. ميزنا بيه السكروز because it is the only disaccharide we have that is non-reducing because both active groups are occupied by glycosidic bond. طبعا ايضا انا ارسلت لكم البارفويد حتى تتأكدون من عنده حتى تشوفونه، لكن هو يعتبر ضمن الجزء العملي مع هذا الاسبوع، فهسه راح نناقش البارفويد تيست. نجي للثالث third test in carbohydrate and the second specific test for carbohydrates هو البارفويد test. فائدة البارفويد test what is to distinguish between monosaccharide and disaccharide. شو the principle مال البارفويد test؟ In acidic medium monosaccharide will reduce cupric ion and barfoid reagents faster than disaccharides within 2 to 3 minutes to form a red color precipitate. Right? In hot acidic, I would go on in acidic هو hot طبعا. In acidic medium, monosaccharides will reduce cupric ion in barfoid reagent faster than disaccharides within 2 to 3 minutes to form red color precipitate of Cu2O. من هذا الشيء شنو الفرق؟ ان اسيديك وليس الكالاين، فاحنا بس بان نريد نفرق عرفنا بان المونوساكرايد والدايساكرايد فينهم ممكن يكونون reducing، يعني اللاكتوز هو مونوساكرايد سوري هو دايساكرايد لكنه هو reducing لان بي فري اكتف جروب. المونوساكرايد all of them are reducing، بس منو اكثر under reducing activity؟ المونوساكرايد انشط لان بيهم، يعني انا اذا اقارن اخذ نفس الكميه من المونوساكرايد والدايساكرايد، المونوساكرايد بيهم تو اكتف جروبس بينما الدايساكرايد لازم يتحلل يطلع الثاني، يعني مثلا جالكتوسايل جلوكوز، هسه بس الجلوكوز هي اللي باقيه فعاله باللاكتوز الا يتحلل وياخذ مده طويله ويطلع الجالكتوز من الجلوكوز ينفصل يلا يساوي المونوساكرايد. فالدايساكرايد ريديوسينج اكتيفيتي موجوده عنده لكنها ضعيفه، فش نسوي؟ نوفر له انفافابل كونديشن، بدل ما نطي الهوت الكلاين ميديوم اللي كيف عليه مالت البنديكت نطي اسيدك ميديوم الموجود بالبارفويد. فالبارفويد ايضا بكبرك ايون لكن محضر ان اسيدك ميديوم، اسيدك ميديوم ما يقدر الدايساكرايد يشتغل شغل المونوساكرايد، ما يقدر يلحق بيه، ما يقدر يوازيه، ما يقدر ينافسه، فالمونوساكرايد راح يشتغل اسرع. هذا الشيء من نحكي البرنسبل ضروري ان نقول كلمه فاستر، اذا ما قلنا فاستر ما راح يميز لان فين هم راح يسوون ريدكشن، لكن اللي يفرق لنا هو الوقت. المونوساكرايد يحتاج الى 2 to 3 minutes بينما الدايساكرايد could be 10 minutes could be less، بس اهم شيء within 3 minutes ما يعطيني اي كلام. ايضا اذا تشوفوا الريزلت شو طلع لنا الريزلت؟ ريد بريسبيتيت وليس ريد كلر، ليش؟ لان ماكو هواي كميه من البريسبيتيت هواي بحيث تغير السوليوشن كله، لا بس يتكون لنا ريد بريسبيتيت. احيانا اصلا ما يبين، تخلصون التجربه تفرغون السوليوشن من التيوب تشوفون ريد بريسبيتيت باقي بالقاع، فهو يكون كميه قليله لان الكونديشنز نون فافوربل. شلون البروسيجر؟ وي اد 1 مليلتر اوف شوجر سوليوشن، شوفوا هناك بنديكت ايش قد ضفني 0.5 مليلتر، هنا انا لا نضيف 1 مليلتر لان ما يقدر 0.5 ما يكفي يشتغل. 1 مليلتر اوف بارفويد ايجنت اللي هو بي كابريك ايون ان اسيديك ميديوم، ايضا نحتاج بولينج ووتر باث، واهم شيء ننتبه 2 تو 3 مينت، اذا نسيناه وقفناه ربع ساعه كل شيء راح يتكون عندنا رابد بريسبيتيت.
راح يكون عندنا لا ديبريسبيتيت ان كيس اوف مونوسكرايد والدايسكرايد راح يبقى التيوب كلير. And this is the principle. If you want to write it, this is the principle. هذا هو الريزلت. إذا تشوفون هذا هو الريزلت. شوفوا هذا البوزيتيف ريزلت. هذا طبعا فيري نايس. مو دائما يطلع بهالوضوح، لكن يطلع ان هذا ريدي بريسبيتيت جوا. إذا تشوفون هذا ريدي بريسبيتيت ونبين واضح جوا، مو تشينجينج كلر، لا اونلي ريدي بريسبيتيت، يعني الكونديشن انفافربل اسيديك. هذا هو مونوسكرايد بينما هذا هو دايسكرايد. هسه شنو هذا الدايسكرايد؟ كود بي لاكتوز، كود بي سكروز، انا ما ادري. يعني انا اذا اميز، انتظر اميز اللاكتوز من السكروز بالبارفويت، المفروض انتظر فوق العشر دقائق، لان السكروز راح يبقى بكل الاحوال هو نون ريديوسنج، فراح يبقى بلو. بينما اللاكتوز اذا اعطيته اكثر من عشر دقائق راح يشد حيله ويكون لي شويه ريدي بريسبيتيت. لكن ما ينصح بهذا الشيء، لان يعني يعتمد على الكونسنتريشن اللي وفرته، يعتمد على الوقت اللي سويته. انا اذا اميز السكروز استخدم بنديكت، لكن انا هذا استخدمته حتى اميز هل هو مونوسكرايد من دايسكرايد. خلينا نشوف التجربة بشكل عملي. طبعا هنا كان ممكن ايضا ناخذ لاكتوز، لكن احنا للسهولة استخدمنا السكروز. حتى لو مستخدمين اللاكتوز راح تكون نفس النتيجة. وليش يكون نفس الكلر البارفويد والبيردكت؟ لان both of them containing copper ion. هسه خلصت ال 3 مينت، راح نشوف الريزلت. هذه اكثر 3 مينت من اللي راح نسوي بويلينج. راح تلاحظوا الدايسكرايد بقى نفس لون البارفويد، بين المونوسكرايد انطانا الريد بريسبيكيت. هنا الراس راح تشوفوا مو نفس بنديكت، راح يكون راس قليل في قارب التيوب، هذا انديكيتر مونوسكرايد، بينما بالدايسكرايد بقى نفس لون البارفويد. شكرا دكتور انتصر. راح ناخذ هسه التست اللي فرقنا بين الدوزز اند كيتوزز، اللي هو السلوانوف. عرفنا قسم من الكربوهيدرات تنتهي بالديهايد جروب، يعني تيرمينال كربونيل جروب فتعتبر الدوزز، وقسم لا ليست تيرمينال فتعتبر كيتوزز. اوكي، وات ذا برنسبل؟ كيتوزز ار مور رابيدلي، هاي كلش مهمه الكلمه، هذا الشيء سويناها underlining. Ketoses are more rapidly dehydrated than aldoses. إذا مثل ما بارفويد تيست قلنا بين المونوسكرايد والريديوس كابريك ايون ان بارفويد ايجنت faster than disaccharide. faster احنا حكينا هم more rapidly. إذا عامل الوقت عامل مهم بسلوانوف مثل ما هو عامل مهم ببارفويد. اوكي، اذا عندنا كيتوسيس راح يصير بها rapidly dehydration into what؟ into hydroxy methyl phosphorl. هذا هو الهيدروكسي ميثايل
فرفر. Ketosis more rapidly, dehydrated than aldoses, and when heated, the dehydrated ketose اللي هو hydroxymethyl furfural راح يتفاعل ويعمل react with the resorcinol. هذا مركب عندنا يسمونه resorcinol شطي لنا to produce a deep cherry red color. Deep cherry red color لون أحمر كرسي. هذا طبعا ما مطلوب من عندكم طلاب تكتبون structures بس هاي التوضيح. هسا هذا شنو هو؟ هذا هو فكتوز، نعرفه لأن هذا ماخذ هذا الشكل الفيورانوز الحلقة الخماسية وليس البايرانوز. إذا هذا هو الفكتوز مثال على الكيتوز. راح يتفاعل، احنا أول شيء نسوي له ديهايدريشن. شنو هو اللي يسوي له ديهايدريشن؟ لازم عندنا في الديهايدريتنج ايجنت، من هو؟ سترونج أسيد، هاي علامة البروتون سترونج أسيد. شو صار؟ صار بي ديهايدريشن، أخذ منه 3H2O. تحول إلى هذا المركب اللي هو اسمه هيدروكسي ميثايل فرفرال. هذا هو فرفرال، هذا هيدروكسي ميثايل فرفرال. اوكي، هسه الهيدروكسي ميثايل فرفرال فعلنا ويا مركب اسمه الريسورسينول. هذا تركيب الريسورسينول، يتكون من هاي بنزين رينج، هاي تعرفونها بنزين رينج، وهاي البنزين رينج اذا بها او اتش وحده نسميها فينول، من يصير بها 2 او اتش، هنا او اتش وهنا او اتش نسميها ريسورسينول، اذا كانت اكو بعد هنا 1 او اتش راح نسميه اورسينول. اوكي، ذن فالهيدروكسي ميثايل فرفرال اللي نتج من الديهايدريشن اوف فكتوز راح يتفاعل ويا الريسورسينول يعطيني هذا المركب الملون الكروموجين اللي هو يكون لونه ريد تشيري تشيري ريد كلر. اوكي، البروسيجر مالتنا شلون؟ راح نضيف 0.5 مليلتر اوف شوجر سوليوشن، نضيف له 15 دروب اوف سلوانوفر ايجنت اللي هو شنو بي اكيد؟ بي الريسورسينول. نسوي له boiling for water for 3 minutes. إذا وفرنا له الهيت. السلوان اوف أيضا هو عامل بيحتوي على حامض مركز. هذا الشيء ضفناه باستخدام دروبر. شفت 15 دروب، يعني 15 دروبس 1.5 مليلتر، بس احنا ما قلنا 1.5 مليلتر لأن لازم نستخدم دروبر، لأن السلوان اوف يحتوي على حامض مركز حتى يسوي dehydration للشجر. وفرنا له الحرارة المطلوبة boiling water for 3 minutes. تكون لي الريد كلر اللي هو يميز لي بين كيتوزز والالدوزز. ايضا مهمه 3 مينيت، ما نعبرها ما نسويها 10 مينيت لان الوقت. هذا شوف هاي الناتج النهائي، هذا هو الشير ريد كلر، هذا البوزيتيف سلوان اوف تيست، معناه هذا هنا كيتوزز. قد يكون من هو الكيتوزز، قد يكون هو فكتوز، وقد يكون ايضا سكروز. ليش؟ لان السكروز بالهيت والديهايدريشن راح يتحول ينفك الى مركبات المونوسكرايد، ينفك الى جلوكوز وفركتوز، والفركتوز راح يعطيني بوزيتيف ريزلت. فالسكروز والفركتوز بوث اوف ذيم راح يعطوني تشيريد كلر من اسخنهم ميه سلوان اوف ايجنت، بينما الجلوكوز والبنتوز واللاكتوز راح يعطوني نيجاتيف كلر لان ما بيهم كيتوز. تجربه بشكل عملي. اذا راح ناخذ 2 تست تيوب، واحد انديكيت للالديهايد اللي هو عندنا منه اما بنتوز جلوكوز، راح ناخذ الجلوكوز 1 من الجلوكوز، والكيتون راح ناخذ اللي عندنا طبعا هو الفركتوز او سكروز. هسه تقولون السكروز هو دايسكرايد، صحيح هو دايسكرايد، بس هو مين يتكون؟ يتكون من الالديهايد اند كيتون اللي هو جلوكوز اند فركتوز. فاذا اخلي سكروز واسوي له بويلينج راح تنكسر الاسره وراح ينطيني الفركتوز، وبالتالي راح يعطيني بوزيتيف ويا سلوان. اذا اخذت تو تست تيوب، واحد الديهايد وواحد كيتون اللي هو جلوكوز وفركتوز، اضيف له 0.5 من السلوان اوف تيست كل تيوب، اسوي ميكس ويل. قلنا لازم اسوي ميكس ويل على مود الرياكشن مالتي تيم، واخليهم boiling in boiling water bath لمده 5 minutes. اوكي، اذا ننتظر حسب التركيز الموجود عندنا بس مو اكثر من 5 minutes. هسه انتهت الخمس دقائق او after 5 minutes. طلاب شوفوا الجلوكوز بقى نفس لون السلوان اوف، ما تغير لان يعني هو الديهايد ما يتفاعل ويا السلوان اوف، بينما الفركتوز بقى نفس لون السلوان اوف،
بينما الفركتوز تغير الكلر مالته انطاني الاورنج اللي هو انديكيت الفركتوز اللي راح صار لي رياكشن ويا السلوان اوف فيس. خلصت. طبعا هو الفاينل كلر هو يكون شيرد. هنا ليش قلت لكم دكتور انت صار اورنج؟ لان هذا يعتمد على التركيز، كل ما كان تركيز الشوجر اكثر كل ما استخدمنا ريجنت اكثر كل ما كان اللون شيرد اوضح. فبهاي الحاله طلع ان اللون اورنج لان التركيز كان اقل من التركيز اللي يعطيني شيرد. اوكي، اذا هذا السلوان اوف تيست فرقنا بي بتوين كيتوسيس والدوزز.